معي ايضا السيد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحيه والوقائيه. دكتور عوض، مساء الخير، بعتذر على ان حضرتك كنت مستني على التليفون. استاذ الامين، اهلا بحضرتك اهلا واخبار بيك. سيادتك ايه؟ النهارده يعني السيده وزيره الصحه كانت بتتكلم على اعاده تاهيل 35 مستشفى حميات وصدر لتكون مستشفيات عزل. هل هذا يعني ان مستشفيات العزل قد امتلأت عن اخرها وعشان كده ابتدينا نجهز مستشفيات الصدر والحميات، ولا ايه السبب يا دكتور؟ مستشفيات العزل لم تمتلئ، وفي مستشفيات منها لسه ما فتحتش لحد دلوقتي، يعني موجوده وما فيهاش مرضى. انما اعاده تاهيل مستشفيات الحميات والصدر انها تكون جزء منها مستشفيات عزل، لان طبعا مستشفيات الحميات والصدر ليها يعني عمل اخر بتقوم بيه، ان هي بتشوف مرضى الحميات، ومش كل مرضى الحميات هم مرضى الكورونا فيروس. مظبوط. في حميات اخرى، المستشفيات دي بتقوم بدور كبير جدا. ويمكن انا قلت لحضرتك في لقاء سابق ان احنا من حسن الحظ ان عندنا في مصر عدد كبير من المستشفيات الصدر والحميات موزعه على كل محافظات مصر. دي حائط صد كبير جدا ضد الامراض المعديه والحميات والامراض السطريه. مستشفيات الصدر بتعالج الدرن، بتعالج الربو، بتعالج السده الرئويه، امراض الصدر الاخرى. فاحنا على التوازي هيكون جزء منها او مبنى منها يؤهل لهذا، وده طبعا اضافه جديده ان في مثل هذه الظروف نأهل هذه المستشفيات ونشوفها احتياجاتها ايه ونديها امكانيات اخرى، لكن ليس على الاطلاق معناها ان المستشفيات بتاعه العزل امتلأت. طب يعني اذا جزء منها فقط يا دكتور، مش يعني جزء منها يا فندم، جزء مش منها، كلها. ويمكن يبقى جزء مستقل، يعني تلاقي كل مستشفى هيبقى فيها مكان هو مخصوص بالعزل، لان هي دلوقتي بتشتغل مستشفيات فرز ويعني تحديد المرضى ودرجتهم ومين محتاج يتعزل ومين لا، ومين محتاج يروح رعايه مركزه ولا لا. ففي بعض الحالات في بعض الاماكن بدل ما تنقل العيان توديه حته تانيه، عندما تؤهل هذه المستشفيات هتساعد في هذا. فإلى جانب مستشفيات العزل، ولا مستشفيات العزل ستعود لتقديم دورها الطبيعي بعد كده، دورها هتقوم العادي بس بعد ما الأزمة دي تنتهي. بعد ما الأزمة. طيب ما هو تفصيل التصريح اللي حضرتك كنت قلته عن المليون كشف أو مليون اختبار؟ لأن واضح البعض تخيل إن هو ده مليون بي سي آر. بشكر سيادتك إن أنت سألتيني السؤال ده، لأن هو كان في سياق الكلام بنتسأل انتوا ليه ما بتعملوش اختبارات كتيرة او اكتر من كده او بتاع. وانا بشرح الموضوع بصورة علمية، ليس هو فقط البي سي ار هو الاختبار الوحيد اللي بيتعمل. البي سي ار ده انت عندك اختبارين بيتعملوا لحالات الكورونا، اختبار سريع واختبار البي سي ار. اللي اتعمل في مصر البي سي ار لحد دلوقتي تخطى ال 100,000 اختبار. ايوه 105 بالظبط. 105. وطبعا هيزيد شويه لان احنا بنعمل اكتر واكتر. انما بقى كلمه المليون او عدد ضخم من التحاليل، لان مش كل المرضى بيتعملوهم فقط بي سي ار ولا رابيد تيست. حضرتك لما بنشتبه في الحاله ان هي عندها مشكله او عندها التهاب رئوي والكلام ده كله، في مجموعه اخرى من الاختبارات بتساهم في تقييم الحاله من ناحيه وتدعم التشخيص من ناحيه اخرى، زي بالظبط ما بنعمل مثلا صورة دم كاملة، سرعة ترسيب، اختبارات أخرى زي الدي دايمر والكلام ده كله. فتعمل من هذا عدد ضخم جدا من الاختبارات. فكنت بأشرح في سياق الكلام إن إحنا بنعمل، وطبعا في إشاعات بتتعمل وإشاعات مقطعية، كنت بشرح إن إحنا بنعمل اختبارات كثيرة جدا. اللي خلاني وضحت هذا الموضوع إن حد رجع سألني وقال لي هل المليون دول هي مليون بي سي ار ولا مليون اختبارات اخرى؟ عشان كده انا عملت توضيح. ايوه وكويس ان حضرتك سالتيني عشان اقول ان العدد الضخم من التحاليل ليس فقط البي سي ار ولا الاختبار السريع. طب يا دكتور اظن كده الصوره واضحه حضرتك. لا اظن الصوره واضحه جدا يعني. لا طبعا ما هو مليون بي سي ار ده يعني ما فيش دول بتعمل مليون بي سي ار، ده لازم يكون بقى. انا قلت لسيادتك هو
انا خفت لا تكون تفهم بهذه لا الطريقه، لا اكيد اكيد لان لا انا قلت بي سي ار ولا سالني لا قلبي سي ار. تحليل عموما. طب ايوه احنا فين بقى يا دكتور؟ يعني احنا دلوقتي واصلين بنكسر وقربنا على 9000، هل احنا ايوه في الذروة تاني بنرجع؟ احنا بنتفرج على العالم كله، احنا وصلنا البيك ولا لسه، ولا في البلاتو، ولا فين بالظبط؟ زي ما شرحت لحضرتك قبل كده هشرح مرة تانية. طول ما الأعداد بتتزايد، وتزايد الأعداد هنا في ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إن في زيادة حقيقية متوقعة فعلا. الحاجة التانية إن في الناس بدأت تكشف أكتر وتلجأ للفحص الطبي أكتر، وإحنا بنتابع وزارة الصحة بتتابع المخالطين وحالات الاشتباه، فبتقدر تكتشف الجزء من الحالات اللي هو تحت يعني قمة جبل الجليد، بمعنى ان انا بمسك حاجة او يبقى عندي حالة في عدد من الحالات اكيد موجود. كل ما بكتشف، كل ما وسيلة الاكتشاف بتاعتي تتحسن، معناها ان انا ماشي صح. زي ما قلنا قبل كده حاجة، طالما ان انا ماشي في منحنى افقي ما بتصعدش بسرعة، واحنا متابعين وبنراقب، فالامور ماشيه كويس الحمد لله. طبعا متوقع الزياده دي زي ما قلت لحضرتك قبل كده. لما نوصل يا استاذه لميس، الو، ايوه سامع حضرتك يا فندم. لما نوصل الى عدد ثابت من الحالات في عده ايام متتاليه، يبقى ده البلاتو اللي احنا وقفنا عنده، ثم بعده تبدا الحالات تقل، ولما الحالات تقل على التوالي لمده اسبوع اقول ان احنا ان شاء الله نصل لهذا قريبا باذن الله، يقول ان الحنا بدا ينزل لتحت. وحضرتك بتشوف صور الناس على الكورنيش، الفطار الجماعي اللي كان في بولاق، الناس اللي بتفطر في الجناين وعلى الكباري، هي الناس مش خايفه ليه يا دكتور؟ يعني هل يعني ليه؟ شوفي حضرتك، احنا وحضرتك معانا ونشكرك جدا على هذا، ونشكر الاعلام. دوري الدور هنا مهم جدا جدا جدا، دور التوعيه، الوقاية بشدة، لأن أنا كل ما بحد من انتشار المرض يعني مشكلة هذا الفيروس، يمكن من الحاجات النادرة أو الحاجات الشديدة أنه يعني سريع العدوى، قوته أو الفيروس بتاعته عالية جدا، قوته على أنه يعدي كبيرة جدا، عدد الحالات اللي بيعدي منها المريض بتوصل إلى 3 و4 و5 حالات. طب بيجي منين؟ بيجي من واحد أصيب هيعدي ناس تانية. واحنا عندنا احنا الحمد لله زي ما حضرتك شايفة وانت شايفين، في عمل على مدار اليوم ومدار الساعة بتقوم به الحكومة وكل مؤسساتها، الدولة كاملة بتدعم العملية دي عشان نقلل من اي مشاكل وتداعيات لهذا المرض. واحنا بنشتغل يعني عينينا على المآسي اللي بتحصل في بلاد اخرى كثيرة، دي ما نتعاونش ونتكاتف وندعم بعضينا ونحد من انتشار هذا المرض ومخاطره وإصاباته وتداعياته، عشان نعود إلى الحياة الطبيعية في مصر إن شاء الله. حضرتك لما يعني دكتور، حضرتك لما بتقدم، واكيد بتقدم تقارير كثيره للسيد الرئيس يعني كمستشار لشؤون الصحيه والوقايه، بتقول له احنا فين؟ يعني بتقول له مثلا متوقعين نهايه هذا الشهر نوصل لكام؟ 25000 27000؟ في هذه المرحله احنا مرحله تتبع وترقب وترصد ساعه بساعه ويوم بيوم، وزي ما قلت لحضرتك لما نصل الى الاعداد اللي قلت لحضرتك عليها المستقرة في عدة أيام متتالية، ده بيريحنا جدا. الأدوية بقى، مع العلم حضرتك يا أستاذ لميس إن ما زالت الكثافة أو العدد الكبير أو الحالات الأكثر موجودة في القاهرة الكبرى وفي اسكندرية، دول أكبر محافظتين أكثر إصابات في القاهرة الكبرى واسكندرية. وإحنا عارفين طبعا القاهرة عدد سكانها كبير، القاهرة الكبرى، اسكندرية تليها، لكن نتمنى الكثافات او الحاجات اللي حضرتك قلتي عليها، هذه المظاهر التي قد تحمل انتشار العدوى، نتمنى انها تنتهي او تخف او ما تبقاش موجوده، حمايه للانسان اللي هو نفسه قاعد ده، حمايه لاهله، حمايه لبلده، فيجب ان نتعاون في هذه النقطه.
الأدوية بقى يا دكتور، يعني إحنا سمعنا عن ابتدينا بالكلوروكين وبعدين هيدروكسين وبعدين دخلنا على الأفيجان ودلوقتي الريميدي سيفير، هو إيه الوضع بالنسبة للدواء؟ لماذا لم ينجح العالم في الوصول إلى دواء حتى الآن؟ حضرتك لسه تاني هقول لحضرتك، لحد دلوقتي مفيش دواء تديه تقولي ده بيعالج الكورونا، لسه لا يوجد، مفيش تطعيم اسمه ضد الكورونا. كل اللي بيتعمل دي اسمها تجارب إكلينيكية سريرية لتجارب أدوية معظمها كان موجود قبل كده واستخدم في علاج فيروسات أخرى، وطبعا في ناس اشتغلت عليه، اختيار الحالات شكله ايه، حدة الحالات شدتها، فكل مجموعة بتعمل تجارب إكلينيكية، ففي ناس بتعمل على ميكس كيسز يعني مجموعة من الحالات ذو مستويات مختلفة، أو كأصد بيها أمراض من بسيطة إلى متوسطة إلى شديدة إلى شديدة جدا، في ناس بتختار مجموعات أقل شدة أو أقل حدة، فكل واحد بيطلع بنتائج إكلينيكية في بعض الأحيان بتتناقض، لكن في المعقول أو في المتوسط بيقولوا إن هذه الأدوية لحد دلوقتي قد تساهم أو تساعد في تقصير مدة العلاج أو تسريع شفاء المريض، واحنا بنساهم في هذه التجارب وان شاء الله تطلع النتائج. انت عارف يا سيادتك طبعا التجارب بتاخد شويه وقت طبعا، وبعدين تتحلل احصائيا ونوصل الى نتائج هنقول عليها والله دي فادت المرضى بتوعنا ولا لا. نعم، واي دواء جديد بيجي او بيعلن عنه احنا بنطلب دايما ان مصر تساهم، وفعلا بنساهم في عمل تجارب اكلينيكيه سريريه على المرضى بتوعنا عشان يبقوا تحت عينينا وبعرف الدواء ده تأثيره إيه وهل ليه أثار جانبية ولا لا، وهل يمشي مع بعض الحالات المرضية الأخرى المصاحبة ولا لا، وإيه المضاعفات المحتملة، لأن إحنا بكل الأحوال يهمنا أولا وأخيرا السلامة الشديدة للمرضى وشفائهم إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، بشكرك جدا، دايما ببقى سعيدة أن أنا أسمع رأي حضرتك أستاذ صدر كبير، كل مرة بقول الكلام ده لأنه يعني إحنا عندنا أعظم أطباء في مصر.